مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن احنا في جولة داخل سوق الجمال بمدينة دراو في محافظة اسوان، يعني قبل عيد الاضحى. بناخدكم في جولة ونوضح لحضراتكم ازاي تعرف يعني الجمل السليم من الجمل المعيوب، وازاي تشتري الجمل واسعار الجمال داخل السوق. يمكن معنا احد تجار الجمال. بنرحب بيك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. نتعرف بيك وعايزينك تقول لنا يعني الفرق ما بين الجمل السليم والجمل المعيوب، وبالنسبه للاسعار برضو توضح لنا الاسعار. والله بالنسبه للجمل المعيوب، يعني هي الجمال دي انواع. في الجمل اللي بيبقى القنيه اللي الناس بيشيلوا عليه القصب وكده، بيبقى جمل سليم 100%، وغالبيا الجمال كلها سليمه. يعني اما العيان ده يعني بيبقى معروف هزيل كده، يعني بيبقى تعبان هزيل ما بينفعش. والجمال دي بتاجي في ابو سمبل وبتعمل لها تحليل وبتاخد منها عينه، فان شاء الله كلها سليمه، مفيش حاجه معيوبه يعني ان شاء الله. ده اللي احنا بنشوفه بعلامه كده في ودن الجمل ده، تقريبا دي علامة الحجر البيطري. دي علامة الحجر البيطري. الجمل اللي بتكشف عليه وبياخد العينة منه بيدوه نظام الخرص ده في الودن كده. طيب الأسعار بقى، أسعار الجمال بتبدأ من كده؟ أسعار الجمال هي القعدان الصغيرة من 9000 ل 14000 ل 12000، والجمال الكبيرة من 15000 ل 22000. في ب 17، ب 18، ب 20، ب 22، وفي اكتر يعني. بتعمل كم كيلو تقريبا؟ لا عاد هو في اعود بيجيب 150، وفي 200، وفي الجمل بيجيب 300 و400 احجام يعني. لو اتكلمنا على السوق هنا، يعني السوق بيعتبر اول بوابه للجمال اللي جايه من السودان، بعد كده بتنطلق للمحافظات الثانيه. اول بوابه للجمال هنا سوق دراو، ده سوق قديم مشهور هنا، بتاع جميع التجار من اسنا ومن ادفو ومن سهاج ومن اسيوط، وبيشتروا الجمال. كل واحد له طلبيه بياخدها معينه، وبتتعلف وبتبقى لحوم، بتروح سوق امبابا الجمال بعد كده. السوق هنا بيبقى فيه تقريبا كام راس؟ والله هنا زمان كان كتير، 2003، دلوقتي من 1000 ل 1500 يعني حاليا. وقبل العيد في انتعاشه تقريبا؟ في انتعاشه في السوق قبل العيد. طب احنا بنشوف عمليه البيع احيانا بتتم فرديه واحيانا بتتم في مزاد، ايه الفرق ما بينهم؟ لا المزاد ده طبعا بيختلف، بيبقى ده يزود وده يزود، اللي بيسكت الجمل بيزود، واللي بيبقى بيع وشراء بيبقى تجاري، يعني بيحدهم كده مثلا، بيفصلوهم كم جمل يسوى على 15، يسوى على 20، زي ما حسب ايه التجار يعني بيفهموا الشغله بتاعتهم. وسعر الجمل بتحدد على حسب الجمل نفسه؟ على حسب الجمل نفسه، كل جمل وله قيمه. في يعني الاكل اللي بياكله الجمل الكويس اللي يخلي الجمل صحته كويسه، بياكل الاعلاف والبرسيم الحجازي، افضل حاجه البرسيم الحجازي. وبيحتاج ميه كتير ولا زي في الصيف بيشرب ميه كتير الجمل، في الشتاء ما يشربش، بسيط يعني. شكرا يا بنشكرك يا حاج، وكل سنه وانت طيب. يمكن دي جوله داخل سوق الجمال في مدينه دراو.